زي خدمة مواطنين، ان انا الحمد لله شرفت ان انا بتولى الاشراف عليها. وعندنا هنا هو ليها يعني شقين. الشق الاول اداره خدمه المواطنين، هنا هو بتلقى الشكاوى من المواطنين زي ما حضرتك شفتي دلوقتي، والمواطن بيجي بيسلم شكوته طبقا للشروط والاشتراطات اللي هي وارده في الكتب الدوريه اللي جات لنا، كتاب رقم 1 تنظيم واداره 2016. هي بنستلم منه الشكوى مكتمله البيانات، يكون فيها صوره البطاقه، ويكون فيها اسمه بالكامل رباعي، يكون فيها العنوان واضح، تليفون، كل دي مكتمله عشان ياخدوها الاولاد في يبداوا الزملاء ويبداوا يدخلوها في بوابه شكاوى الحكوميه اللي هي خاصه مجلس الوزراء. صدر لها قرار جمهوري 314 سنه 2017، الولاد بيدخلوا البوابه شكاوى الحكوميه. لكن هناك بعض الشكاوى في خدمه المواطنين بتتطلب التدخل السريع، وده هي بيتاح لنا برضه فرصه نتواصل مع الاجهزه التنفيذيه مباشره. الحقيقه بنتواصل معهم وتحل الشكوى فوريا، سواء بعض الشكاوى ممكن شكاوى خاصه بالاشغالات، يعني لو كان في اشغالات بنستنيها في الشارع مثلا دلوقتي، وفي اشغالات بتعوق الحركه او اشغالات ان هو واحد متعدي على طريق او حاجه، انا دي مش هاخدها لسه ابعتها واروح واحل، لا انا ممكن بالتليفون اتصال سريع ممكن جدا تنزل الجهاز التنفيذي وينزل يخلص الموضوع ويشيلها في خلال اقل من نص ساعه او ساعه تكون خلصنا البعض الشكاوى. استجابه فوريه لبعض الشكاوى العاجله. حقيقي ده فعلا حقيقي موجود هنا، ده في اداره خدمه المواطنين، دوره خط سير العمل بيوصل في النهايه ان احنا بنبلغ المواطن بعد ما بيجي الرد، بيتبلغ المواطن بالرد على شكوى بالبطاقه بتاعته برضه بالرقم البطاقه بتاعته، بنقدر نتواصل معاه من تليفونه ونبلغه الرد على شكواه. طبعا بعد التواصل مع الاجهزه التنفيذيه بالمحافظات ويجي لنا الرد بنتواصل معاه. ده بالنسبه لخدمه المواطنين هنا هو. بالنسبه للشق الثاني، انا ممكن قلت لحضرتك قبل كده ان طبعا في اهتمام من القياده السياسيه بالتواصل مع المواطنين والتحل بقى بان احنا نخلص الشكاوى دي بطريقه اسرع، وان احنا نرد على المواطنين على استفساراتهم ويكون استجابه سريعه للمواطن، وليس ان انا اخد منه جواب وابعد جواب اللي هو التقليدي بتاع زمان ده انتهى خلاص، المواطن مش هيصبر لكده، احنا عايزين نتجاوب معاه ونعيش عصر جديد احنا موجودين فيه الحمد لله، عصر جديد، عصر السرعه، فيه انجازات سريعه. فاحنا الحمد لله سياده الوزير اللواء محمود شعراوي اطلق مبادره صوتك مسموع لتلقي الشكاوى واستفسارات المواطنين سنه في 23/10/2018، واطلقناها مع شكلنا فريق عمل رئيسي هنا وفرق عمل فرعيه في المحافظات. اشتغلنا على اللي هي الشكاوى الخاصه بالمحليات الخاصه للقمامه والاشغالات والمخلفات البنى والتعديات والفساد الاداري، واخيرا بنتلقى المقترحات كمان. دي المحاور اللي بتشتغل عليها او بتستقبل من خلالها مبادره صوتك مسموع الشكاوى، الخمس محاور رئيسيه صحيح. لكن طبعا احنا في مستجدات بتتم، يعني احنا مش هي دي بس، لكن لما جت جائحه كورونا احنا تعاملنا معاها وكنا متعاونين جدا مع وزاره الصحه في تلقي الشكاوى الخاصه، وكنا متواصل مع الاجهزه التنفيذيه ونقدر ان احنا نوقف. حضرتك كلمنا كان مبادره صوتك مسموع دور كبير قوي يعني في الجائحه، في الموجه الاولى لجائحه كورونا، يعني اثناء العزل والعزل المنزلي، يعني حضرتك كلمنا عن الدور ده وازاي كنتوا يعني بتتلقوا الشكاوى الخاصه بالمواطنين في هذا الشهر. الحقيقه كنا بنتلقى الشكاوى الخاصه بالمواطنين وكنا بنوصلها للاجهزه التنفيذيه برضو احيانا لما كانت تبقى حاجه سريعه، وكنا بنتواصل مع المحافظات ونطمن على اماكن العزل ونطمن على القريه. كان في وقت ما كان في ذروه في كورونا في المحافظات، كان في كفر الشيخ، وكنا بنشوف في ناحيه بلطيم، وكنا بنشوف الاجراءات بيتم فيها ايه ونتابع حالات المواطنين، والكلام ده كنا بالتعاون والتنسيق مع وزاره الصحه. المواطن لما كان بيتصل بينا بيستفسر استفساراته كنا بنوجهه على 15335 اللي هي الخاصه بالخط الساخن لوزاره الصحه، ونتواصل معاه نشوف ايه اللي تم وما بنسيبوش الحقيقه يعني. ده بالنسبه لي اللي هي فيما يخص جائحه كورونا، ودي حاله من الحالات المستجدات اللي كانت موجوده في الوقت ما انشانا منذ انطلاق المبادره. لكن هناك بعض الاشياء الاخرى اللي ظهرت برضو زي مثلا اللي هي المراكز التعليمية. المراكز التعليمية مع بداية العام الدراسي كانت منتشرة جدا جدا، وزارة برضو بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، واحنا اغلقنا كتير جدا من المراكز التعليمية المخالفة، واتعمل محاضر ومحاضر مخالفات لاصحابها وخدوا جزائهم، يعني ما كناش بنسيب ابدا اي شكوى من هذا القبيل الا من بنخش فيها ونتعاون مع المواطن لحلها. ده فيما يخص السناتر. تعال نشوف المستجدات برضو من سنة، احنا من 10/1 دخلنا برضو في
مبادرة حياة كريمة، كنا لينا الحمد لله يعني كنا لينا يعني زراعة في هذا الشأن. اه دوركم في مبادرة، وايه طبيعة الشكاوى اللي بتتلقوها او الاقتراحات من خلال مبادرة صوتك مسموع؟ الحقيقة احنا مبادرة صوتك مسموع متعاونة جدا مع وحدة حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة هنا في الوزارة. بيجي لنا شكاوى بس هي مش كتيرة، يعني عددها حتى الآن اللي وصل لنا في كام شهر حوالي 137 شكوى، اتحل منهم 104 فقط، وطبعا الباقي يعني نسبتنا حوالي 78% ده اللي اتحل. طبعا الشكاوى بتاعت حياه كريمه بتختلف عن الشكاوى العاديه لانها كلها شكاوى بتخص الريف المصري معظمها، واحنا عندنا حالات يعني مثلا عندي انا في قريه سيمبو دي مثلا في مركز زفته في محافظه الغربيه، دي احنا مدخلين لها مثلا برضو بالتعاون مع الوحده هنا تم ادخال مرفق الصرف الصحي ليها. في عندنا مثلا قريه زي الرابع في تميل امديد في ميد غمر في الدقهليه برضو تم ادخال مرفق الصرف الصحي، تمام. احنا برضو دخلناها في يعني الخطه. طب في شكاوى يعني صوتك في شكاوى حياه كريمه بتتكلم عن نقص الخدمات، يعني او بتقول ان احنا ما عندناش يعني الخدمات الاساسيه سواء صرف صحي او مياه او كذا؟ الحقيقه ومعظمها اللي بيجي لنا بيبقى حاجات زي كده، واحيانا بيجي لنا مواطن، ودي حالات برضو بتبقى مطلوبه للمواطنين الحالات الخاصه، مواطن مثلا جالنا في مغاغه من مغاغه وكان عنده بيته عايز يستكمل بناءه مش قادر، فهنا حياه كريمه اتدخلت وعملت له الترميم بتاع البيت وكملته له. ده طبعا دي حياه كريمه، دي الوحده، ده بالتعاون مع حياه كريمه استجابه للشكاوى الخاصه.